السلام عليكم احبابي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ مبروك عيدكم. اليوم غادي نخرجوا الوليدات دوروا شويه. المهم مع رمضان داز وداك الشيء الحمد لله، ما بقاو خرجوا ما والو، قلنا علاش ما نخرجوهمش اليوم. يلا المهم نشوف فين غنديوهم، واش تي درحال ولا ما عرفتش فين. المهم فيما مشيت غادي نديكم معايا، يلا بقاو معايا. المشاهدين دابا حنا وصلنا لسيد الرحال، جينا للمرصة ديال سيد الرحال، غادي نتغداو ان شاء الله. يلا بقاو معنا تشوفوا المرصة غزالة. يلا صافي عبرتي لي انايا، عبرتي درتي الصول والميرنا. صوري الصول والميرنا اوكي، وهذا هذا الاخر الصول والميرنا، درت لك كروفات ودرت لك صافي هادشي الحوت غزال هنا وجديد. حالكم هذا مرحبا بكم. صافي دابا خدينا الحوت باش نتغداو. عطي صوب، عطي صوب الحوت. باش تشوفوا المشاهدين دابا دخلنا القهوة نتغداو بالمطاب، بالمطاب لينا الغدا الحوت بالكشوة. نصور لكم البحر، شوفوا الدنيا زوينة، الناس كتغدا هنايا في البحر، واحد الجو رائع اليوم، الدنيا زوينة هنايا. شفتوا البحر كيفاش داير غزال، الناس جالسين. يلا المهم تنتغداو انا معاكم. يلا دابا كيف ما شفتوا المشاهدين غادي نتغداو ان شاء الله، هو الغدا ديالنا. يلا المهم غادي نتغداو وحنا معاكم، اللي درتها غادي نوريها لكم. كيف ما شفتوا المشاهدين بعد ما تغدينا صافي دابا غادي نهبطوا شويه لجهه البحر. يلا واخا واخا تعالي وجدت وليدات هنايا حدا البحر. شوف الدنيا عامرة زوين، البحر تبارك الله، وليدات كيعومو. يلا المهم دابا غادي نتمشاو شوية حدا البحر، من بعد غادي اللي درتها أنا معاكم. يلا Thank you.
وما البنات هبطوا للبحر. مع السلامة مع فيديو آخر إن شاء الله.